ماذا لو قلتي لأ؟ في 2017 اتخطبت، عملنا حفلة صغيرة وخلصت، واحنا طالعين انا وخطيبي كنا بنتناقش نقاش عادي، فجأة اتعصب عليا، شتمني، زقني قدام الناس، صاحبتي الوحيدة اللي اتدخلت اخدتني وروحنا. روحت البيت كنت منهارة وبعيط وقلت انا لازم افسخ الخطوبة دي النهاردة، لكن لقيت انت عملتي له ايه؟ انت عملتي له، قولي عملتي له ايه؟ هو انا المفروض اللي اتسال السؤال ده؟ ما اصل ما اتجننش يعني، مش هيعمل كده من نفسه، انت اكيد ضايقتيه. وعيلتي كلها لامت صاحبتي انها اخدتني ومشينا واجبروني ان اتقبل الاهانه واكمل، بس انا ما قدرتش. اسبوع واحد وفسخت الخطوبه، كنت فاكره انه حقي ان اقول لا، بس ما طلعش حقي. الناس تقول علينا ايه؟ الناس تقول علينا ايه؟ هتفضلي من غير راجل كده لحد ما تحنسي. وهو فضل ورايا يبعت لي رسائل تهديد، لحد ما في يوم وانا نازله من الشغل قتلني بالرصاص من ظهري بكل جبن في وسط الشارع في عز الظهر. نص الحكايه الاولانيه حكايتي، ونص الحكايه الثانيه حكايه الضحيه شيماء عبد الكريم. واللي حصل معانا مش حوادث نادره، لا دي حكايات متكرره مع تلت سكان العالم اللي عايشين دلوقتي، اللي تعرضوا للعنف الجسدي او الجنسي على الاقل مره واحده في حياته. وعشان تتخيل احسن، كل 11 دقيقه في ست بتتقتل على ايد حد من عيلتها او شريكها. وده طبعا مش كلام، ده كلام منظمه الصحه العالميه سنه 2021، واللي مديرها قال ان العنف ضد الستات وباء عالمي. يوم 26 سبتمبر 2023 في القاهرة الحزينة في مصر الكبيرة، نورهان حسين، شيماء عبد الكريم وسمية محمد اتقتلوا على ايد رجالة لمجرد انهم ستات. وفي مصر والوطن العربي الراجل هو المجرم الاول، لكن للأسف مش المجرم الوحيد. في 5 متهمين اساسيين في قضايا قتل الستات: المسؤولين الحكوميين، الإعلام، الفن، المجتمع والأسرة. المتهم الأول المسؤولين. في قصة نورهان حسين، رغم أن المجرم بيهددها لسنين وحرق لها عربيتها وراحت عملت له قضية واتسجن، إلا أن جامعة القاهرة ما فصلتهوش ولا حتى نقلتها هي علشان تحميها. طلبنا نقلها أكتر من مرة، لسه كنت أول امبارح في جامعة القاهرة شيخ زايد بطلب نقلها هناك. رحنا نتحايل ونتوسل المسؤولين أنه ينقلوها بعيد عن الحرم الجامعي. نفس الكلام حصل مع نيرة وحوادث تانية كتير انتهت بموت الست، عشان المسؤولين ما بياخدوش بلاغاتهم اصلا بجدية. ليه؟ عشان ستات؟ مصر اللي كانت بلد الامن والامان بسببكم بقت بلد الرجاله اللي بتقتل الستات علشان تبقى تقول لا. اما الاعلام فبجد يا نهار دوام، طريقه تناول الصحفيين للاخبار كارثيه. لا مش من الحب ما بخطر، عشان العنف هو اللي بيقتل. وطبعا نيرة ونورهان وسمية وشيماء مش ضحايا حب، دول ضحايا كره وعنف اجتماعي بيرضعوه للأولاد وهم صغيرين. وغير العناوين السخيفة دي، كمان الصحافة المصرية بطلت تذكر أسماء الضحايا أصلا وبيكتفوا بألقاب فرخة. ضحية مصر الجديدة، فتاة جامعة القاهرة، سيدة العمرانية. بجد؟ اللغة اللي مش واضحة دي بتأثر على فهم الناس لقيمة وأهمية الموضوع، وعدم ذكر أسماء الضحايا بيقلل من التعاطف معاهم. الناس بتعتبرهم كأنهم حاجات، كأنهم أشياء، مش جارتهم اللي ساكنة معاهم أو زميلتهم في الشغل. والفن متهم أساسي، لأن مشاهد الحب والشهامة اللي بتطلع في السينما والدراما العربية هي دي مساء النور. وكمان بتقولي مساء النور؟ ودي طلاء مين يا مرة يا بنت الموبوءة؟ ده انا اخلع راس امك دي واركبها على دول. ودي المرة اللي تخون تموت. فتتقتل اكتر من 51 ست على ايد حد من اهلها او شريكها في اول 3 شهور السنة دي في مصر. فاسفة، في مجتمع ده شكله مش هينفع ناخد اغنية سلامونيلا على انها هزار، علشان كل ده بيأثر على المجتمع وبيخليه يشوف الجاني بطل. قتل عشان الحب، ومع بوستات الدعم للمجرمين مجتمعنا بقى متهم. شجعوا مجرمين تانيين يكرروا الجريمة عشرات المرات، عشان عارفين انهم في الاخر هيطلعوا ابطال. والعبس ده نتيجة طبيعية للتعليم والفن والاعلام وتعامل الدولة مع الجرائم دي. وتنتهي سلسلة الاجرام في مجتمعنا بالاسرة، الاسرة اللي بتربي الراجل على انه دايما ياخد اللي هو عايزه حتى لو ما يستحقوش، حتى لو مش بتاعه. كان ايام الخطوبه كان بيقول لها انا ما حدش يقول لي لا على حاجه. انا ما بعوز حاجه باخدها. فازاي هي تقول لا؟ ان شيماء حاجه ملكي ليه. وبتربي الست على انها تتقبل الاهانه والعنف على انه حب.
بتقول لي يا بابا بلاش نتخذ اجراءات قانونيه ضده ولا نروح نعمل بلاغات، ده شاب في مقتبل العمر، بلاش نضيع مستقبله. الخلاصه كل شخص في العالم ليه الحريه انه يقول لا، الا الست اللي لو قالت لا هتتهان، هتتعنف، واحتمال مش قليل تتقتل. وعشان دايرة العنف دي تخلص كلنا لينا دور، لازم الشرطة والمسؤولين ياخدوا بلاغات الستات بجدية. ومن الواضح اننا محتاجين وحدة كاملة في وزارة الداخلية لمكافحة العنف ضد الستات. والفن والعاملين في السينما والدراما لازم يفهموا ان العنف ما بقاش ينفع يبقى جزء من الكوميديا، ولا يظهر ابدا بانه رد فعل مقبول للحب، عشان في ناس بتموت. والصحافه محتاجه تغير لغتها وتذكر اسماء الضحايا، والصحفيين لازم يعرفوا ان اخبارهم بتزود العنف وبتشجع المجرمين. ساعتها بس يمكن المجتمع والاسره يتعاملوا مع الستات على انهم بشر، بشر ليهم ارادتهم الحره في انهم يقولوا لا. انت عارف مين الوسخ؟ الوسخ اللي بيتشطر وبيضرب واحده ست.